سعد الله أوقاتكم شباب، نأتي إلى مركز السقفونة. نقوم بتعليم 15 سنتيم من جهة واحدة لمركز السقف. بعد ذلك كشباب سوف نقوم بتقسيم هذه 15 سنتيم إلى جزئين ونحصل على 3 نقط بهذا الشكل. نأتي إلى مركز السقف هنا، نقوم برسم دائرة بشعاع 15 سنتيم، نتحول إليها النقطة ونقوم برسم قوس هكذا. نقوم بالعودة إلى مركز السقف ونتمم رسم القوس بهذا الشكل، وسوف نتمم رسم هذا الحلزون أو هذا الشكل الحلزون من نقطتين فقط بهذه الطريقة. قم بالعودة إلى مركز السقف، قم باستكمال هذه المرة الدائرة بالكامل هكذا. قم بإغلاق الحلزون بهذا الشكل. نأتي إلى هنا شباب، سوف نقوم بتعليم 10 سنتيم مثلا، سوف نتركها للإضاءة. ومن نفس مركز السقف قم برسم دائرة بهذا الشكل، وبنفس الطريقة قم بالانتقال إلى هذه النقطة هنا ونقوم بتكبير الشعاع وأرسم قوس إلى هنا وتوقف، وقم بالعودة إلى مركز السقف ونكمل رسم القوس في الجهة الأخرى. سأحاول التدقيق هكذا، ونقوم بالعودة إلى هذه النقطة نرسم قوس أخير هكذا. الآن شباب سوف نقوم بحذف هذه الخطوط الزائدة لكي يظهر شكل الحلزون بشكل جيد. لا تقوم بالخروج من الفيديو، شاهد الفيديو إلى آخر لتشاهد الشكل النهائي للشكل الحلزوني. بعد ذلك شباب سوف نقوم بحذف هذا المحور ونقوم بأخذ نفس هذا القياس، أي نفس هذا الفراغ بين هذين القوسين، نقوم بتعليمه من هذه النقطة إلى الداخل هكذا، وننتقل إلى مركز السقف ونرسم دائرة بهذا الشكل ونتمم مسح هذه الأجزاء الغير مرغوب فيها.